التحية متجددة بكم عشاق الأصالة محبي هذه الرياضة العربية الأصيلة. شكرا للزميل سالم بن ركاض العليلي الذي تواصل في الأشواط الماضية بالتعليق. هكذا نجدد العطاء في انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة في صباحية هذا اليوم، صباح التواغيت الخيالية التي تتدون هنا في صباح هذا اليوم في ميدان سيف العرب، لننطلق مع اندفاعات شوطنا التاسع في تعداد الشواط هذا اليوم، ونسير مباشرة إلى مقدمة الشوط ونتابع الصدارة. والمقدمة الأولى روز لمحمد بن حمد بن عمران الأكتبي ممثل الذيد، أحد ممثلي الذيد، بينما ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني لأجد بلشة محمد بن عتيق بن عبيد بن حارب الرميثي الناطق الرسمي حاضرا على المركز الثاني، بينما الانتقال مباشرة إلى المركز الثالث لأجد هلا لعبد الله بن علي بن حمد أبو حليبة الفلاسي، بينما رابع المراكز اللي تتدخل الشكلة لجمع بن محمد بن حمد الجعفري. هكذا هي النتيجة للأربعة المراكز الأولى والعودة إلى الصدارة الأولى. أعود إلى روز، روز على مقدمة الشوط محمد بن حمد بن عمران الأكتبي وابو حليبة. ابو حليبة هنا اول ظهوره في بداية الموسم ليقدم لنا هلا هنا على مقدمة الشوط عبد الله بن علي بن حمد. ابو حليبة الفلاسي على مقدمة الشوط يندفع بهلا، ما شاء الله وتبارك الله، سلام ابو حليبة سلام. هذه هي هلا لحظة وصوله الى خط النهاية معلنة هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني الشبلة لسيف بن ماجد الغربي الشامسي، والمركز الثالث فكان من نصيب الشكلة لجمعة بن محمد بن حمد الجعفري. هكذا هي النتيجة للثلاث المراكز الأولى، ونعود بتهنية والناموس إلى مالك هلا. التوقيت الزمني 2:09:09.